بعتقد في تقصير كثير كبير بالدولة اللبنانية، وتقصير كمان للسياسيين ونظرتهم للواقع الاجتماعي. بعتقد أكثر إنه على السياسة، مش بس مسألة يقوم بالواجبات الاجتماعية أو يعمل خدمات اللي هي دائما مطلوبة، لأنه السياسة بمفهوم اللبناني بغطي ثغرة تقصير الدولة. بس نحن لازم نركز على الأندية أكثر، على الصبايا والشباب يلتقوا يلعبوا سوا، يتحضروا لمباريات، يوسعوا إطار نشاطاتهم بالأندية وتحديدا بالكرة. المؤسف أنا بتجربتي مع الدولة إنه الشباب والرياضة هي نوع من الاستنسابية اللي بيصرف المصاري، إنه نادي بهمنا بالسياسة ونصرف له، نادي ما بهمنا بالسياسة ما بنصرف له. بالوقت اللي لازم تخف أعداد الأندية وتتجمع أكثر وتتطور ويصير عندها خبرة ومؤهلات وتستعمل تكنيك جديدة، مش بس النادي لنعمل عشاء كروي ونعلق يافطة شكر لأنه في حدا دفعنا. النادي هو حركة دايمة، هو أفكار جديدة، هو تطهير لترسبات المجتمع السياسي وآفاته الاجتماعية. بعتقد وزارة الشباب والرياضة تحديدا عليها هذه المسؤولية، والنواب عليهم كمان يوجهوا التشريعات بهذا الاتجاه.